اعزائنا المشاهدين، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم انترفيو. بصراحه احنا متشجعين جدا من كتر الريسبونس اللي كان موجود على الفيسبوك والرسائل اللي جات لنا على الانبوكس. فعلا احنا يعني بنشكركم جدا على التقدير والدعم اللي حصل للبرنامج وللقناه، واحنا من غيركم ما كناش هنكمل. فشكرا جزيلا لكل المشاهدين للبرنامج. النهارده حلقه انترفيو هتكون مع استاذ ميلاد ميكايل، ومعانا انا ورامي. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، وزي ما كان مجدي بيقول الاقبال اللي احنا شفناه على الحلقات اللي فاتت كان جميل جدا، وكان فعلا تشجيع حلو لينا، وهو ده اللي بيخلينا ان احنا نستضيف استاذ ميلاد معانا في كل مره. واجين مره تانية احنا بنرحب باي سؤال باي استفسار، لو في اي حد عنده اي سؤال اهلا وسهلا بيه، واحنا هنحاول نجاوب على الاسئله على قد ما نقدر. ميلاد اهلا وسهلا بيك، منورنا كالعاده. اهلا بيك. هنبدا البرنامج من دخله معينه. انا جالي رساله غريبه قوي فانا عايز اسالك فيها. يعني هو الناس قالوا لنا انتوا ليه بتقولوا ميلاد ميكايل؟ هو انتوا بتتنكوا علينا ولا جانب ولا ايه يعني؟ فانا عايز بس اوضح لهم الفكره ان العيب مش فينا. لا، هو ده التميز يعني. هو الموضوع ببساطه ان الاس ما فيهوش اتش، يعني ام اي كي، فهي بتتفكر كده. هو جاي كده. يعني فجماعة احنا مش بنتنك، صدقوني احنا ناس غلابه وعلى قدنا يعني. في الاخر هو المعنى واحد يعني. تمام. بغض النظر بقى عن اللاست نيم، المهم في النيم بتاع الحلقه بتاعتنا النهارده. احنا عايزين نتكلم على موضوع جالنا فيه اسئله كتير جدا وناس كتير عايزينها استفسارات فيه، اللجوء. تمام. يعني بدايه كده، في جديد في القانون بتاع اللجوء؟ هل اللجوء مجموعه قوانين؟ هل اللجوء ده عباره عن برامج مختلفه؟ هل في انواع من اللجوء؟ لان الناس مش فاهمه ايه اللي مطلوب يعني، او اللي بيفكر في الهجره، هل اللجوء دي مجرد برنامج للهجره ولا دي من اسمها جايه لجوء؟ ممكن توضح لنا ميلاد الموضوع ده؟ هوضح لك كل حاجه. يعني بدايه احنا عايزين نعرف يعني ايه كلمه لاجئ، مين اللي بيتقال عليه لاجئ، وازاي يتقبل كلاجئ جوه كندا. اللاجئ ده اولا لازم يكون واحد بره بلده، يعني ما يكونش قاعد في بلده ويقول انا لاجئ، لانه هو موجود في بلده يبقى هو هيز جود، ده كويس. انما لازم يكون بره بلده ومش قادر يرجع لبلده خوفا من مشكله بسبب الدين، بسبب العرق، بسبب توجه سياسي، بسبب توجه جنسي، ايا كان السبب. دي كلها اسباب بتخليه لاجئ مع الشرطين دول، انه بره بلده ومش قادر يرجع لها تاني، وعنده مشكله لو يرجع انه هيعاني من اضطهاد او من تعذيب او من معامله سيئه بسبب حاجه من دول. يعني اللي تنطبق عليه الشرطين دول او اللي تنطبق عليه الحاله دي هو اللي من حقه او اللي يقدر يقدم على طلب اللجوء، مظبوط كده؟ ده مبدئيا يعني. في اللجوء حاجتين، حاجه لجوء من خارج كندا وفي لجوء من داخل كندا. اللجوء من خارج كندا اللي هو الريفيجي او الكانتري اوف اسايلم ريفيجي، او من داخل كندا اللي هو اسايلم بلس، الناس اللي بتطلب اللجوء والحمايه من داخل كندا. دول الحاجتين الرئيسيات. تمام. طبعا الموضوع ما فيش تغييرات كتير في قوانين اللجوء، يعني اخر تغيير كلها بتبقى اللجوء بيتم وفق معاهدات دوليه، ما فيش مجال للتغيير كتير فيها. انما اللوائح الداخليه بتتغير، يعني من يونيو 2017 اربع دول من ضمنها مصر مثلا اتغير السيستم بتاع اللجوء، ما بقاش في محكمه للي بيقدم على اللجوء، لان الاعداد كبيره جدا، المحاكم مش هتكفي ان تعرض عليها كل الكيسز دي، والكيسز دي لازم تتعرض ويتاخد فيها قرار في فترة شهور قليلة، من شهرين ثلاث شهور. فمع الكم ده ما بقتش المحكمة تقدر تفولو اب كل العدد ده، فقال لك احنا هنعتمد بس على الملفات، الورق اللي بتقدم. يعني القصة ما هياش قصة ان زي ما ناس كتير بتقول ان كندا فتحت باب اللجوء. لا 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 لا، بالعكس تماما. الاعداد اللي جات في 2016 كانت اعداد كبيرة جدا، عشان كده هم خدوا اكسبشن
عشان في ناس كتير جت من مصر وقدمت على اللجوء اتعمل الاكسبشن ده. فالباب نيوز في الموضوع ان بقت الناس اللي بتيجي من مصر بس لهم على انهم most probably او في اغلب الاحيان هيطلبوا لجوء. فبقت الفيزا دلوقتي للدخول سواء للدراسة او للزيارة او للسياحة بقت موضوع صعب، ما بقتش زي الاول سهل. طيب عندي سؤال يا ميلاد. في ساعات ناس فاهمة اللجوء ان هو يروح على سفارة كندا في مصر، انا مصري اروح على سفارة كندا اقول لهم انا طالب فيزا لجوء، فهل في حاجة اسمها ان انا قبل ما اخش كندا اطلب لجوء؟ او بمعنى تاني لو انا عندي اضطهاد في بلدي ازاي انا اطلع اللجوء؟ هل في حاجة في نفس البلد اقدم فيها ولا الموضوع ايه؟ لا سمعنا عن كلام الامم المتحدة او مش فاهم. احنا كده هنرجع للكلمتين الاولانيين اللي قلناهم، ايه تعريف اللاجئ؟ نكون خارج بلده، نمره واحد. نمره اتنين معترف بيه كلاجئ، مين اكبر منظمه بتعترف باللاجئ او بتعمل ريفيرال للاجئين؟ هم اليو ان اتش سي ار اللي هي مفوضيه الامم المتحده لشؤون اللاجئين، هي دي بتدي الناس بتقدم. يعني مثلا واحد خارج من بلد راح لبلد تانية ودخل على مكتب مفوضية الأمم المتحدة قال لهم يا جماعة أنا راجل هربان من بلدي بسبب حرب أو بسبب اضطهاد أو بسبب مشكلة دينية أو عرقية أو ومش قادر أرجع، وبيقدم ما يثبت الكلام ده، ومفوضية الأمم المتحدة بتدرس الحالة بتاعت الشخص ده وبيدوله الشهادة كلاجئ. تمام؟ دي الحاجة اللي يقدر بعد كده بيعتمد عليها عشان يقدم على اللجوء. يعني ما فيش حاجة اسمه من مصر يقدم في مصر او من سوريا يقدم في سوريا؟ لا ما فيش. يعني حكاية ان حد يقولك انا هروح السفارة اقدم على اللجوء، يا جماعة الكلام ده مش صح، ما حدش يضحك عليكم، ما حدش يضللكم، ما فيش حد يقدر يقدم على طلب لجوء من بلده، ما يقدرش، ما ينفعش، عشان نبقى واضحين في دي. تمام. طيب اللاجئ دون طبعا واضح ان هو يعني في معظم الاحيان بيبقى شخص محتاج لمعونة او محتاج لسبورت بشكل او اخر، هل كندا بتوفر سبورت للناس اللي بتيجي كلجوء لكندا ولا بيبقى وضعهم ايه؟ بص ده الجزء الثاني او المرحله الثانيه في موضوع اللجوء. اول حاجه احنا قلنا في شخص خد شهاده من الامم المتحده كلاجئ، خد الريفيرال ده كلاجئ، او والخطوه اللي بعد كده احنا محتاجين نشوف مين اللي هيسبونسر الشخص ده وعائلته داخل كندا. في هنا اوبشنز كتير، يا اما واحد يعني هو نفسه يقول لك انا عندي امكانيات ماليه ان انا اتكفل باقامتي جوه كندا، دخلوني كندا وانا هصرف على نفسي انا واسرتي. يعني كندا فيها نظام الكفيل برضو؟ يعني اه طبعا، يعني طبعا في كفاله خماسيه، في كفاله كنسيه، في كفاله منظمات غير هادفه للربح، في انواع كتير للكفالات، ده غير العدد الكبير اللي كندا كحكومه بتكفله. يعني السنه اللي فاتت احنا شفنا العدد كان وصل ل 35 ألف لاجئ كانت حكومة كندا هي المتكفلة بيهم، فطبعا ده رقم كبير يعني. تمام تمام. طيب يعني لو عايزين مثلا نلخص القصة بتاعت اللجوء، أنا كلاجئ دلوقتي أنا عايش برا البلد اللي أنا بلدي، أو لو فرضت مثلا أنا كنت مصري وحاسس بنوع من الظلم أو الاضطهاد أو مشكلة معينة حصلت لي في مصر، فأنا طلعت على بلد تانية ودلوقتي أنا بفكر من البلد التانية دي أن أنا أطلع على كندا، إيه الخطوات أو إيه لو عايزين نقول مثلا واحد اتنين تلاتة إيه اللي ممكن نعمله؟ بس نمرة واحد، أنت عندك مشكلة جوه بلدك ومش قادر تعيش فيها واضطريت انك تهرب من بلدك رحت بلد تانية، بتروح على اقرب مكتب لمفوضية الامم المتحدة بتقول يا جماعة انا قصتي كذا كذا كذا، وبتقدم كل اللي عندك وكل الاثباتات اللي بتأيد كلامك للمفوضية، وهم بيدرسوا الموقف بتاعك وبيدرسوا الحالة بتاعتك، وفي الاخر بيدولك شهادة لاجئ اللي هي اللي احنا قلنا عليها دي اللي بتعمل لك ريفيرال بعد كده انك انت تيجي كندا. بتدور بعد كده على الستلمنت، على مين هيساعدك في الاستقرار، مين هيساعدك في المعيشة الفترة الأولانية لغاية لما تنسجم في المجتمع وتتوافق وتلاقي شغل والكلام ده كله. ده بيجي بقى دور هنا الكفالة الخماسية والكلام ده. ايوه تمام. ايوه طب معلش ميلاد لو بس تدينا هنت كده سريعة وبعد كده نرجع نكمل الخطوات، الكفالة الخماسية دي عبارة عن ايه بمنتهى البساطة كده؟ حاضر. الكفالة الخماسية زي ما احنا قلنا يعني انت
راجل مثلا من بلد معينة وعايز تقدم على لجوء في كندا وبتقول يا جماعة أنا معايا شهادة من مفوضة الأمم المتحدة، أنا لاجئ عايز حد يعمل لي كفالة، أنا في 5 كنديين مقيمين في كندا من الكوميونتي بتاعي يعرفوني كويس هيعملوا لي السبونسر إن أنا أعيش في كندا لمدة سنة، وده الشرط يعني خد بالك الكفالة بتبقى لمدة سنة واحدة، طبعا ممكن تبقى سنة تانية لو في حالة ديسابيلتي، في نوع من الإعاقة، في مشكلة صحية ممكن تمتد سنة كمان، بس هي اغلب الاحوال بتبقى سنة واحدة. الخمسة دول هقبلوك الكفالة دي بتبقى كفالة خماسية، يعني الخمسة دول هتكفلوا بيك انت واسرتك من ناحية المصاريف والمعيشة لمدة سنة، وبيقدموا اقرار للحكومة وبيعملوا عقد مع الحكومة وبيقدموا ما يثبت انهم قادرين ماديا على كفالة الشخص اللي جاي. طب سؤال معلش، يعني الكفالة الخماسية دي نوع من انواع الريفيجي برضو بروجرام ولا دي سبونسرشيب ولا لا 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 لا، هي دي مرحلة خطوة من خطوات توطين طالب اللجوء، يعني الاستاتس طالب لجوء بالظبط. تمام، واحد طالب لجوء، انت المرحلة الثانية هو طالب لجوء، كندا خدت العدد، الحكومة الكندية خدت العدد اللي هي هتتكفل بيه الحكومة، فالحكومة بتقول احنا ما عندناش مانع ان احنا نستقبل لاجئين تانيين بس بره البادجت بتاع الحكومة، فلو في كفالة خماسية من افراد احنا ما عندناش مانع، في كفالة كنسية من كنيسة او من مؤسسة خيرية او من منظمة غير هادفة للربح احنا ما عندناش مانع. تمام، وبيزن على كده طبعا اللاجئ بيجي لكندا وطبعا كده يعتبر ان هو بقى عنده اقامة شرعية ورسمية في كندا، مظبوط كده؟ كندا كل الناس فيها زي بعض، اللي جاي مستثمر زي اللي جاي لاجئ زي اللي جاي اكسبريس انتري، كل الناس زي بعض. سؤال من سؤال، اللي عنده كفالة خماسية ده يقدر يقدم طلب اعانة من الحكومة زي مثلا ويلفير او كده ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. يعني ريفيجي اللي عن طريق الكفالة الخماسية، طب ايه المميزات؟ لا يعني المميزات، يعني ايه الفرق بينه وبين الريفيجي اللي عن طريق الدولة؟ يعني هل في فرق؟ بس هي ما فيش فرق، هي نفس المميزات، بدل ما الدولة بتدفع مصاريف المعيشة، يعني الدولة بتعمل سيتلمنت بلان للشخص او للعيلة اللي جاي تعمل ريفيجي، بيوفروا لهم سكن، بيوفروا لهم يعني دخل يقدروا يعيشوا منه لغاية لما يشتغلوا، بيحاولوا يدوروا الناس على شغل، وكل ما بيبقى ليهم دخل بيقللوا الفلوس اللي الحكومة بتدفعها. نفس الكلام، بدل ما الدولة بتقوم بيه كحكومة كندا او دولة كندا، بيقوم بيه افراد كنديين، هو نفس الدور لمدة سنة، الافراد بيعملوا نفس الدور. اعتقد ان احنا كان خدنا وجبة دسمة جدا 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 عن موضوع اللجوء، والموضوع ده برضو زي ما دايما بنقول زيه زي بقية المواضيع، في تفاصيل كتيرة جدا وفي استفسارات وفي حالات كل حالة بتختلف عن التانية. لو حد حابب برضو ان هو يستفسر اكتر او يسأل اكتر اهلا وسهلا بيه، وميلاد كالعادة مش هيتأخر علينا ان هو يساعد اللي عندهم استفسارات. ميلاد احنا بنشكرك جزيلا وبنشكرك على المعلومات القيمة اللي احنا عرفناها النهاردة، وان شاء الله اكيد هيبقى معانا حلقات تانية علشان نجاوب على الاسئلة واي موضوع حيوي انتوا عايزين تكلموا فيه. مجدي معرفش لو ليك اي حاجه تحب تضيفها. بس انا اللي خدت لنا بيه النهارده ان الناس تملي يقول لك ايه ده خرج بكفاله النهارده، اول مره نتعلم انه يكون دخل بكفاله، فده موضوع جديد جدا يعني، فيعني ده اللي طلعنا بيه يعني ممكن تدخل بكفاله وربنا يكفلك، وكل التوفيق للناس اللي عايزه تيجي كندا، وشكرا لكم في برنامجكم انترفيو مع كان. شكرا جزيلا. شكرا.